بالنسبه لي مقابله ديال بحال المقابله ديال مع فريق الوداد البيضاوي، كان وسط المرمى لحد ما كيسعفناش ما كيتسمش لينا. الحمد لله هذه كره القدم، كنا عازمين حقوا هذه الايجابيه تخلونا نشوف واحد المعنويات كبيره لدوله الموزمبيق، مي حنا عارفين هذه مسؤوليه بواحد ديال البطوله ومسؤوليه واحده اخرى ديال المسابقه ديال الكاف. الحمد لله بديناها ببدايه زوينه امام الهلال السوداني، شو ان شاء الله في دوله الموزمبيق حقوا هذه النتيجه الايجابيه، تعادل لما لا الفوز، يتخولينا نمشيو بعيد في هذه المسابقه ونمثلوا المغرب احسن تمشي. وصراحة البطولة والكاف بعطات لنا الأوراق ديالنا شي ألمة، مي إن شاء الله الحمد لله اللاعب عارف المسؤولية اللي الهاجس ديالهم، إن شاء الله عازم نحققوا هذه النتيجة الإيجابية اللي كيف قلت لك اللي تخلينا نمشيو بعيد في هذه المسابقة. ودابا أنا حاليا كنفكر فريق نهضة بركان، إن شاء الله ملي يسالي العام نشوفوا إن شاء الله.